سأوضح مسألة أو مسألتين ربما راه فيها شوية ديال الغموض. فيما يخص مسألة لائحة الموظفين وبيان مهامهم، ماذا نقصد بها؟ نقصد بها أولا اللائحة تضم جميع موظفي المركز، يعني المركز الرئيسي، الفرع الإقليمي بوجدة، الفرع الإقليمي بالناظور، وفرع التكوين المستقل. لأنه الآن احنا في ظل دستور جديد، دستور 2011، حتى الوزارة اللي هي أعلى ربما إدارة تسير القطاعات، كل وزارة تضع لائحة موظفيها بداية من الوزير إلى آخره، إلى آخر الموظف. إذا احنا كان عندنا مطلب واضح وهو أن هذه اللائحة يجب أن تعلق في المركز وتكون نقابة على بينة منها حتى نعرف بعد بعد، لأنه مازال كاين ناس ما كنعرفوهمش. أما باش يقولوا لنا بأنه كاين فلان وفلان وفلان، هذوك فلان كنشوفوهم معنا يوميا هنا زملاء لنا، نحترمهم ونقدروا أعمالهم، ما عندنا حتى شي مشكل مع الناس اللي راح تشوفوهم. حنا بغينا الناس اللي راهم سوريين نعرفوا المهام ديالهم بالضبط، باش ما تبقاش الصدامات بيناتنا. لأنه الأستاذ من يبغي واحد الحاجة خص يعرف مولاها، ماشي هو باغي فوتوكوبي يمشي عند مجردناج. داك مجردناج غادي يقول له لا أنا ماشي مهمتي هذه. دونك هذه مسألة أنا نظن لا يتقبلها إلا غير عاقل. هذه مسألة واضحة. بالنسبة للاختلالات المالية، إذا مجموعة من المناضلين عبر الفرع كيتشكاو من عدم إشراكية، كيقول لك ميزانية 2012 و2013 ما عرفناها كيفاش تصرفت وما استفدناش منها، خصوصا فرع الناظور كيقول لك ما وصلنا ولو حتى شي حاجة من ميزانية 2012. دونك كيقول لك خصنا هذا المركز باش يسير، هذا الفرع باش يسير، باش يتسير. فيما يخص تعويضات الأساتذة على مباراة الدخول، تصوروا معي أنه بعض الزملاء اشتغلوا في المسك مدة 12 يوم وخذوا في الأخير 400 درهم كتعويض على مدة 12 يوم. ألا ترون بأنه استخفافا بالأستاذ بغض النظر عن إطاره؟ ألا ترون معي أن هذا استخفاف بالأستاذ وبقيمته المعنوية والاعتبارية؟ كذلك كان هناك تزوير في الساعات اللي اشتغلوا الاساتذه، اللي اشتغل 6 ايام ديال او 5 ايام ديال الشفوي معدل 6 ساعات في النهار، راه كتعطي 30 ساعه ماشي 7 ساعات. دونك فين مشات 23 ساعه؟ حنا هادو ملفات مطروحه علينا بقوه من الفروع، الاخوان كيحتجوا علينا بقوه، اتصالات يوميه كيقول لك فين وصلتوا فين وصلتوا، لدرجه انه اتهمنا في المكتب رغم قصر مدة تحمل المسؤولية اتهمنا بالتواطؤ، وهذا الشيء ما فهمناش بزاف الإخوان معنا هنا في المركز. راه كاين ناس أخرين، المركز راه ماشي هو السي بي آر، خصنا نفهموها. المركز راه هو الفروع الأخرى. السي بي آر ما هو إلا فرع إقليمي للمركز لحد الآن، حسب القانون اللي كاين لحد الآن، هو فرع إقليمي. المركز هو في التينيس، والفرع الإقليمي كاين في الناظور، والفرع التكوين المستدر كاين في حي القدس. إذا قلت هذا هو مجمل القضايا اللي كانت تكلموا عليها او اللي كان قصدوا بها الفروقات الماليه والاداريه. فيما يخص الاهانات الاساتذه، تصوروا معي استاذ وكلنا كنا في ديك الوقيته خدامين، اتحدى شي واحد يقول بانه كان عنده طابلو تيريس وكان خدام، انا ما نبقاوش نتزايد على بعضياتنا. كلنا انا كنت في داري وكل الاخوان كانوا في ديارهم، لماذا يستهدف هذا الاخ بالذات ويعمل له هذا الاقتطاع نتاع 24؟ علاش بالضبط؟ اذا اولا كاين خرق، واحد فينا كان خدام الى يجي الاقتطاع يجي للمشروع، انا ذاك نرضاو بها مادام راحنا راضيين بهذا الدول هذا. الا ما كانش الاقتطاع ما يكون حتى واحد، انا حتى واحد فينا ما كان خدام، ونتحدى شي واحد يقول انا كنت خدام كان عندي طابلو سيرفيس، حتى واحد ما كان عندي طابلو سيرفيس. اذا هذه المساله خصنا نحسموا فيها وما نديروش عليها. اتصلنا بالاجهزه الوطنيه قال لك الاقتطاع تم بشكل غير قانوني وسطروا عليها ثلاثه سطور. قال لك الاقتطاع في التعليم العالي ومؤسسة التعليم العالي يتم بناء على طلب رئيس الشعبة، رئيس الشعبة هو اللي خصو يرفع تقرير يقول بأن فلان بن فلان ما خدامش، أنا ذاك المدير يجب أن يتدخل، في حين أن هذه الإصدارة ما تعاملوش بها هنايا داخل المركز. الأخ ديالكم في الناظور الآن باش نوضعكم في الصورة، حنا كأساتذة باحثين اسمحوا لي غادي نتكلم على فئة معينة، حنا كأساتذة باحثين باش نفهموا عندنا مبين المهام ديالنا البحث، مبين المهام ديالنا البحث، وكيجينا تعويض شهري على البحث الطبي على البحث العلمي. هذا الاخ مشى شارك في ندوه دوليه بالرياض،
ما خلصوا له حتى ريال، الجهه المصرفه هي اللي خلصت له، خلصت له لالي والروتور والوطيل وكل شيء، وما تغيبش على العمل. ورغم ذلك اعتبروه متغيب، وداروا الان توصل بواحد العداد ديال الاستفسارات، اخرها كان التهديد بعقد مجلس تاديبي لحق هذا الاستاذ. فين؟ في النيابه. تصوروا معي هذه العادات، هذه مؤسسه ديال التعليم العالي. بمعنى هذا كان مجلس تاديبي لو قدر وكان مجلس تاديبي لاحد الاساتذه او احد الزملاء، فين خصو يكون؟ خصو يكون داخل المؤسسه. وشكون اللي خصو يشرف عليه؟ يشرف عليه مجلس التنسيق. قراو شويه الورقات، ما نبقاوش نخلطوا الحوايج. مجلس التنسيق هو اللي يشرف على مجلس التاديب، ماشي يدار له مجلس تاديبي داخل النيابه بحضور نقابات التعليم المدرسي ذات التمثيليه زائد ممثلين على الاداره، ونزلوا عليه تما كاينه، وانا ذاك ما عرفتش فين غادي يمشي الملف ديالو. دونك خصنا الاخوان، راه الا ما كناش متوحدين وكانت يد وحده وتفكير واحد وكنشوفوا ابعاد وحده، راه ربما هاد المراكز غادي نأديو بها الهويه. هاد المراكز حنا ما عندنا صراع حتى مع واحد، ابدا ما عندنا صراع حتى مع واحد، ولكن حنا بغينا هاد المراكز كيف ما كتصور الوزاره على ان هاد المراكز خصها تكون مؤسسات للتعليم العالي، لها اشعاع، لها بحوث، لها كذا وكذا وكذا وكذا، بغيناها تكون في ذاك المكان، في ذاك المكان وفقط، ما بغيناش شي حاجه اخرى. ما يبقاوش الاخوان، لان كاين بعض التدخلات اللي ربما بعد ما كتقول لك هادشي اللي كديرو راه ماشي هو هذا. هادشي هو عين العقل. حنا ضد التحدي، وحنايا مستعدين للحوار، الحوار الجاد والمسؤول في ايجاد مخرج لجميع المشاكل. ولكن بحد ادنى على الاقل ما يتقاسوش الزملاء ديالنا من داخل المركز. اللي مشى حضر ندوه وطنيه كيف ما كيتعاملوا مع في مؤسسه التعليم العالي يتعاملوا مع في المؤسسه هذه. مؤسسة التعليم العالي باش نوضعكم في الصورة، حسب استفسارنا البارحة من جهاز وطني، قال لك بأن في مؤسسة التعليم العالي أنت غير مطالب كأستاذ باحث أنك تطلب رخصة مغادرة الطلب الوطني، كطلب أوردر دو ميسيون وتمشي تحضر وتتعوض، لأن من بين المهام ديالك داك الشيء، من بين المهام ديالك داك الشيء، وسطروا عليها، راه من بين المهام ديالكم. إلا ماشي عندكم مهام ديال البحث، خصنا نديروا طلب للوزارة نقول لهم أودي راه هذاك المال اللي كناخذوه سنويا اللي مقدر بالنسبه لاستاذ التعليم العالي مساعد 96000 درهم، ياك نقول لهم اخويا حيدوه، حنا راه حنا ناكلوا ذاك المال بهتان وبهتانا وتزويرا وسحتا، لان من بين المهام ديالنا الخوت، من بين المهام ديالنا راه البحث، راه حنا ماشي غير جايين هنا هاد الزطه باش نقراو، ما خصناش يكون عندنا هذا الفهم الضيق، لانه لحد الان شنو لمسنا؟ بانه التعامل مع هذه المؤسسه، وهذه المساله شفناها متشطره حتى في الاخوان، يتعامل مع هذه المؤسسه على انها ثانويه تاهيليه. التلاميذ يدخلوا كيصوني ودخل في قري، خرج مع العشره، خرج مع 12، دونك هذه ما غاديش تزيد بهذه المؤسسه للقدام. حنا في لقاءاتنا مع المسؤولين الوطنيين حتى في الوحده المركزيه في كل لقاء كيجبدوا لنا الودنين، ماشي بديك الطريقه تاع جبد الودنين بكذا، ولكن بالكلام. وشنو كيقول لك؟ كيقول لك راه حنا جبناكم لهذيك المراكز من اجل اشعاعها، خصكم ديروا ندوات، خصكم ديروا بحوث، خصكم ديروا واش غادي نديروا حنا هادشي حتى يما؟ باش غندير هادشي؟ الندوات راه صافي ماشي هما الاخوان في النظر غداروا ندوه وطنيه، صادفوا فيها الاستاذ محمد الدريج، وصادفوا فيها الاستاذ فقيه، راه كلفتهم مبالغ ماليه هامه، ولكن لحسن حظهم تكفلت مؤسسه خاصه للتعليم الخصوصي بمصاريف استضافه هؤلاء. مؤسسه خصوصيه زائد البنك الشعبي مشكورين. ودونك الا كانت هذه مؤسسه ديال التعليم العالي ما قادراش تصرف على انشطه كهذه ودعمها، فلماذا وجدت اصلا؟ وشكرا، ما غاديش نطول عليك. باش نشوفوا عبر الجرائد هاد الطرفين واللي هما طرفين اساسيين في المركز وفي الاشتغال ديالو كما كنقولوا اللي خصو يكون عادي، وكنبقاو ندخلوا في حرب ديال البيانات. اتمنى باش الاخوان يريحوا بواحد المنطق حتى ان لم يكن سليما، لانه كما هذا لله في خلقه شؤون اللي ما فيهش بزاف، فيه شويه، ولكن على الاقل يجب ان كما كنقولوا يشدوا على الانفس ديالهم ويحاولوا ان يقتربوا الى الموقف السليم قدر الامكان. اما البيانات وبيان الحقيقه اللي جاء عند
كنت اتمنى باش الاخوان ديال المكتب ما يديروش البيان، كنت اتمنى باش الامور ما توصلش لهذا الحد. من وصلت وجا بيان على الاقل الاداره دير واحد البيان توضيحي، لانه حتى المنطق ديال بيان حقيقه، الحقيقه لا يملكها احد. راه المساله مساله طريقه في التفكير، حتى من ردوا على البيانات ردوا نقولوا الرد على البيان كذا كذا، توضيح مسألة كذا، ما نقولوش بيان حقيقة، لأن هذا العقل اللي يفكر بهذه الطريقة راه غادي خص واحد شوية ديال كما كنقولوا حنا من نقران الذات ونقيموا المشاكل ونوضعوا راسنا. يجب أن نعي الوضع الذي نعيشه، الوضع هو وضع فيه مشكل مع ناس اللي هما أطر نريحوا معاهم ونهضروا معاهم، لا احد يمتلك الحقيقه. لو كان كنا نمتلك الحقيقه لكل الامور ما قالتش هذا المال هذا. وبالتالي خاص يجب باش نجلسوا كمسؤولين بتواضع وبنقران الذات، واضعين نصب عيوننا مساله الاستاذ ومساله مصلحه المركز. وان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خير. والسلام عليكم. المناضلات، ونعلن نهاية هذه الوقفة الاحتجاجية، ودمتم أوفياء ومخلصين للنضال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.